السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج اسمه FBX Reviewer. لما بس رايت كليك تبدأ تظهر لك القناة دي. خلينا نقول له اوبن ونفتح مشروع من المشروعات. هنلاقي ان هو بيفتح ال FBX، وده بيخرج من جميع برامج الكاد والبيم، وبيفتح برضو ال 3D Max، بيفتح ال Object OBJ. خلينا نختار مثلا مشروع من اللي انا كنت عاملها. اوبن، بيبدأ يفتحه لي اهوت. بتضغط كليك عشان تظهر لك قائمة. بختار بقى انا عايز اشوفه من التوب، عايز اشوفه من الفرونت، عايز اشوفه من اي جهة. طيب تقدر تشوف المشروع اهوت. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوفه بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اشوفه كوار فريم مثلا. ممكن تقول انا عايز اشوف الانارة لو في اي انارة. هو ده فرعوني. طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا من السيتنج تقول له انا عايز هنا ال 3D grid، لو في 3D grid او اكس او select display المودل اونلي او البرزنتيشن. لو انت عندك اوكس رو ممكن تشغل الفيديو لو في اي حركه موجوده. ممكن من هنا لو في اي لقطات تشوف اللقطات بتاعتك زي ما انت عايز. هوم فيد، لو انت عندك اي ملف في الفيديو عايز تشوفه هو مجاني، تقدر تنزله بدون اي مشاكل خالص. ودي المثلث.